الخير عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا وعندنا في المركز التجاري اينو وفي الشروق تيفي وفي حصتكم جاوب تربح. كما العاده اليوم راح نشوفوا الفائزين اللي نمدوا لهم دي بون داشا تاع 5000 دينار جزائري مهدات من طرف ايجينيكس. الخير صافا؟ صافا الحمد لله. راكي معنا في حصه جاوب تربح؟ وي ان شاء الله نسقسوك سؤال بالك تجاوب لنا جواب صحيح. تعرفيها لا تايلاند؟ وي لا تايلاند اه لا كابيتال تاع لا تايلاند شنو هي؟ ماشي هذه هي لا كيستيون. لا كابيتال تاع لا تايلاند هي بانكوك. واش معناتها كلمه بانكوك؟ اوكي لا كابيتال تاع لا تايلاند هي بانكوك. واش معناتها هذه الكلمه؟ Je sais pas. Aucune idée. Ça. Pardon. Avec ça. La capitale de la Thaïlande. Bangkok. Tu as appris. Bangkok, oui. Eh. Oui. Où je m'entends cette parole? Bangkok. Bangkok, oui. Oui. Où je m'entends la capitale? Non, mais je m'entends la capitale. Où je m'entends Bangkok? Ah, Bangkok. Signification de Bangkok. ما على باليش واش اسمها بونكوك ولا على باليش. معليش. قلت لها تايلاند سي لا كابيتال. وي بونكوك. وي بونكوك. ما يعرفش واش معناتها. معليش. يعطيك الصحة. الله يسلمك. معليش تعيش خويا. مساء الخير. مساء النور. صافا؟ لاباس. الحمد لله. راك معنا في حصة جاوب تربح شروق تي في. مرحبا بكم. الله يعيشك. سقسك سؤال إن شاء الله تجاوبنا الجواب صحيح. إن شاء الله معليش. تعرف لا تايلاند؟ تايلاند؟ ماشي لا رحت ليها تعرفها تسمع بلي كاين بلاد اسمها تايلاند. العاصمة تاعها تعرفها؟ بانكوك. ماشي هذا هو السؤال. السؤال واش معناتها كلمة بانكوك؟ وكانيت والو وكانيت لا غالب هذه هي. الخير صافا؟ الحمد لله وانتيا؟ الحمد لله والله الحمد لله. كي تشوفي في نورمالمون انت هي اللي تقدري تجاوبي على كيستيون تاع اليوم باسكو شويه ديفيسيل. هم يقولوا لي قولي لها الدور قولي لها الدور. الوغ لا كيستيون تاع اليوم. نعم. تعرفي لا تايلاند؟ وي. شنو هي عاصمة لا تايلاند؟ بانكوك. بانكوك ماشي هذه هي لا كيستيون. معليش. واش معناتها بانكوك؟ Enfin, je pense que c'est un pays fait des olives. Olives. Je pense que c'est à cause de ça qu'on s'en va. L'arbre, il y a quoi lui ? Balade fait des zaytoun. Donc, c'est pour ça que c'est mort la Thaïlande. C'est pour ça que c'est mort à Bangkok. Bangkok, oui, pardon. Bangkok, où je m'entends ? M'entends, balade ta zaytoun. Enfin, jazira ta zaytoun. Jazira ta zaytoun, jazira ta zaytoun. Je vous remercie. نستقبلوا انا وياك الممثل تاع شركة ايجينيكس يعطيك لو بون داشا ديالك تفضلي. مبروك عليك روحي من نفهمك برك هذا لو بون داشا تقدري تشري فيه تشري به في كامل مراكز اونو في الجزائر كامل يعني كاين في باب زوار في كاريدي مستغانم عند دفلا وبويره. اوكي مبروك عليك. مشاهدينا هذه كانت اول فائزه لحصه اليوم استنوني باش نشوفوا الفائزه ولا الفائز الثاني. مساء الخير. واش معناتها كلمه كاميرا؟ لا مش هذا. مساء الخير مدام. صافا؟ الحمد لله. اكو معنا في حصه جاوب تربح. نسقسوك اون كيستيون ان شاء الله تجاوبي جواب صحيح. واش معناتها كلمة كاميرا؟ لوريجين تاع لو مو اي لا سينيفيكاسيون الاصل والمعنى. كاميرا سي اسبانيول نو؟ نو ديزولي. الجيريا. با دو تو. باردون. ميرسي بون كوراج. اصل ومعنى كاميرا. اصل الكلمة ومعناها. على ما اظن الكلمه الرومانيه كام هي فيها على ما اظن مفردين كام وميرا على ما اظن. ومعنى؟ معنى عدسه. اما قالوا لك
اسمح لي هاد لي كاميرا. كلمة كاميرا وشنو هو أصلها ومعناها؟ كنت تقول لي معناها برك معليش نقدر نغمض عينا على أصلها، مي سورتو أصل والمعنى. خذي إيماج معنى كلمة كاميرا، كلمة أباغ هادي كاع في الديكسيونير كيفاش نلقاوها؟ أصلها وشنو وكيفاش نلقاوها في الديكسيونير بهذيك اللغة؟ كون دي فوتو كون دي إيماج. السلام عليكم. السلام. سافا؟ سافا الحمد لله. الحمد لله. انا عييت من الدوران اليوم. كي باينه. ان شاء الله تكون ان شاء الله تكوني انت الاخرى اللي نشوفك اليوم. سافا؟ سافا الحمد لله. ما على باليش لا تعرفي الحصه تاعنا واسمها جاوب تربح. جوزف شروق تي في. شوفوا فينا. جوزف شروق تي في. سؤالنا هو على هاد الزوج، ماشي هاد الزوج، زوج كاميرات، كاميرا وشنو اصل كلمة كاميرا اصلها؟ ومن بعد معناها. ولا قلتي لي وحده فيهم معليش. معليش. راني دايره بروموسيون. بروموسيون سي بيان سي دما شونس. معليش. أي صح. كاميرا اون برانسيب كيما كنا نشوفوا بكري هذاك سامي حاول التجارب العلمية. كنت صغيرة. نورمالمون اون شامبر. غرفة هاي. ايه. فيغطوها بالريدو. يدخلوا راسهم لداخل. اكزاكتومون. غرفة بلا باب. قالوا لك ايه مبروك عليك واصلها ما كاين. انا قلت لها بروموسيون اليوم مبروك عليك اختي. نستقبلوا الممثل تاع شركه ايجينيكس، هو اللي راح يمدلك الهديه تاعك اللي هي قسم شراء 5000 دينار. دوك هذا معناتها هذا التريك وهذا دوك راح تشريه لبنتك ولا لبنت خوك. ربي يشدها لك معناتها هذا البونداشا. ما تبدي والو من جيبك. وهذا البونداشا تقدري تشري به كامل المراكز التجاريه اونو في كاع الجزائر. باب زوار كاريدي الا رحتي لعند فلاب ويرا ولا مستغانم. اوكي مبروك عليك. مشاهدينا هذه كانت ثاني فائزه في حصه اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه. اون اتوندون انتم تقدروا تشوفونا في اليوتيوب في صفحه تاعنا تاع الفيسبوك اللي هي جاوب تربح، وهذا مكان ولا في التلفزيون. نتلاقاو على خير.